عسلامة، صحة شريبتكم الناس الكل، ومرحبا بكم في قناتي ليدي سمارة. هبطلكم بوست على الجروب فيسبوك متاعي، قلتلكم اختاروا معايا شنو يكون الفيديو الجاي. اخترتوا كلكم احسن ماسك جربته في حياتي. بالحق هذايا احسن ماسك جربته في حياتي. الماسك هذايا باش تدعيوا لي برشا 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 بعد ما استعملوه، وياسر باش يغير حاجات في وجوهكم. ما تقدموش في الفيديو على خاطر طريقه الاستعمال باش نقولها لكم توا. طريقه الاستعمال البنات، ان نحنا لازم نعملوا قماش او تقشير للبشره قبل ما نستعملوا الماسك متاعنا. اذا انتم حابين تعرفوا انا كيفاش نقشر وجهي، والا كيفاش نعمل لكم ماسكات او تقشير في البيت لكل نوع بشره، خليوا لي كومونتير نتاعكم تحت الفيديو. اذا انت بشرتك دهنيه تعمل تقشير مرتين، اذا انت بشرتك عاديه او جافه تعمل تقشير مرة واحدة، بعد التقشير تستعمل الماسك هذايا. باش نستحقوا لهنا الى مقدار ملعقتين او ملعقتين ونصف من عصير البصل الفريش. باش نحتاجوا زيادة الى ملعقة من الفحم الطبيعي. الفحم الطبيعي نعاود البنات مطحون ومهروس بالقدا بالقدا. مقدار ملعقة صغيرة من الحرقوم الاصفر او الكركم الاصفر. ملعقة صغيرة من القهوة البن، القهوة التركية مش القهوة النسكافيه او القهوة السريعة سريعة الذوبان. يوضع الماسك بطبقات متساوية، يوزع على كامل الوجه. نبتعد على منطقة تحت العين تماما البنات. بالطبيعة بعد ما نظفت وجهي كما قلت لكم وعملت له تقشير، تخليوه لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة كما قلت لكم، من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع إذا مشاكل البشرة نتاعك برشا. البنات ما تنسوش باش تشتركوا في قناتي على خاطر انا نحبكم من قلبي من داخل، وعلى خاطر نعرف اللي انتم مع الوقت تو تولي وتحبوني. زادة كيف كيف ما تنسوش باش تحطوا جاي مع الفيديو كان عجبكم، تبارتاجيوه لماكسيموم في لي بروفيل فيسبوك متاعكم. وحبيت نفكركم اللي الماسك هذايا راهو يقشر البشره، يصفي، يبيض، ينعم، ويساعد على توحيد لون البشره، كذلك يكافح اثار الحبوب. نعطيكم بوسه كبيره من هنا لغادي. باي باي.